تفتكروا كده ليه دايماً بنكون عايزين نعرف زيادة عن اللزوم؟ أعتقد والله أعلم مفيش مرة عرفنا زيادة عن اللزوم إلا وتعبنا وزعلنا وقلنا يا ريتنا معرفنا. طبعاً الكلام ده مش في المطلق، لأن في حاجات المعرفة الزايدة فيها ضرورية جداً، زي القراية والعلم والطموح وموضوعات بعينها يعني. لكن في سياق تاني بقى، أعوذ بالله، اللي هو حاجات كتير جداً تحت عنوان الفضول. كلنا بتجيلنا اللحظات دي، عايزين نعرف، نعرف أخبار الناس بزيادة، تفاصيل عنهم، بيحبونا ولا لأ، قالوا عننا إيه من ورانا. ثواني بقى، عشان ده مشهد من فيلم رعب حي، لأن من حكمة ربنا إن تكون معرفتنا محدودة في حاجات كتير، وما نحاولش نعرف زيادة عن اللزوم، خصوصاً اللي في قلوب الناس. لو حد سألك عندك علم باللي حصل وقلت آه، أنت حقيقي تعرف حاجة بسيطة جداً من القصة، ودي حكمة ربنا العليم. دايماً في جزء ما نعرفوش، جزء مستخبي جوه قلوب صحابه، العالم بيه بس هو ربنا العليم. اسم ربنا العليم هتلاقيك بتقوله كتير جداً، بتقوله لما حد يظلمك، وتقول ربنا عالم باللي في ضميري، بتشوفه في المواقف اللي ممكن تتكرر، بس في مرة من المرات تشوف قد إيه ربنا عالم بحال الكل، وإن من أدوارنا نكون في عون بعض على قد ما نقدر، وتصدق الحكمة اللي بتقول يا عالم بالحال يا غني عن السؤال. كنت مرة نازلة رايحة الشغل متأخرة جداً، ورايحة حاجات كثيرة جداً، والشغل فيه الفترة دي يعني زي أزمة أو كرب أو حاجة، فعملت أفكر طب إزاي الأزمة دي تتفك، أعمل إيه، رايحة أهو إن شاء الله أعمل كذا وكذا، وفكر هي قلت طب مثلاً أتصدق، إن الواحد دايماً بيفك كرب حد، ربنا يفك كربته، طيب أتصدق لمين، هشوف كده أي حد في طريقي، ببص كده على واحدة لقيتها عدت ملحقتهاش. وبعدين وأنا ماشية بالعربية بقى جالي تليفون، دخلت شارع غلط، مفروض ما كنتش اخش خالص كده، هتوه جامد جدا، اتضايقت جدا جدا، وقلت يعني ايه ناقصه عطله، معقوله الناس اللي مستنياني والحاجات اللي المفروض اعملها، اعمل ايه، ركنت وفتحت جي بي اس وقلت ازاي اروح. المهم لقيت ان انا المفروض اعدي من تانل كده، التانل ده وحش قوي مش بحبه، في زباله ومش كويس، رحت وحشه، فبقول هعدي منه، دخلت عدي نفق يعني في المنطقه، نفق في المنطقه بالظبط. وانا فعلا بعدي ببص كده الشمالي، لقيت واحده قاعده معاها بنتين صغننين تقريبا مثلا في سن السنتين، امارات الله اكبر، وبتدور في وسط بقى الزباله وفي وسط الباسكتات بتاعت الزباله على اكله تديهم لهم. قلت يا خبر ايه ده، قلبي اتقطع طبعا، وقلت ودت لها يعني اللي كان ساعتها اقدر ادهولها، وساعتها قلت سبحان الله، انا دلوقتي عرفت ان فعلا انت العالم، ما في انت العليم السميع العارف، العليم اللي كان في صدري ان انا كنت عايزه اتصدق عشان ازمتي تتفك، وعالم ما في صدرها ان هي برضو اكيد محتاجه، واكيد هي عفيفه عشان تاكل من الزباله، اكيد هي يعني ما حبتش تعمل حاجه غلط، ما حبتش، فانت عليم بيها، وخليتها ان انا مش في طريقها وانا اللي هتاثر، وكنت ناويه تبقى سبحان الله هي في طريقي. فعرفت ليه، فساعتها رايت اسم الله العليم. كان حصل معايا موقف قبل كده، ان انا كنت شغال في شركة وكنت متمسك بيها جدا، وده الكومفورت زون بتاعي، مش عايز اخرج بره، وبالنسبة لي الدنيا احسن حاجة. فجالي عرض من شركة تانية احسن، الشركة احسن بس العرض ما كانش احسن حاجة، رفضته لان كنت شايف ان انا موجود في الكومفورت زون، واستخرت ربنا طبعا ورفضته. بعديها بدأت الدنيا تبقى أوحش في الشركة اللي أنا فيها، ويحصل كلاشز ويحصل خناقات، لدرجة إن أنا بعديها بفترة كلمت الشركة الأولانية اللي كانت عرض عليا الأوفر، قلت لهم لو أنتوا لسه الأوبورتيونيتي العرض ده متاح أو قائم، وعدى شهر واتنين وتلاتة، لدرجة إن أنا قلت إن هم نسوا الأوفر خالص، وبدأت الدنيا تتلخبط أكتر، لدرجة إن أنا في يوم جالي مدير الشركة اللي أنا فيها اللي أنا كنت متمسك بيها، وفور سام ريزن أو لسبب ما قرر إن هو لا، يقول لي شكرا مع السلامة. ودي كانت بالنسبة لي صدمة رهيبة جدا، الصدمة دي أثرت عليا نفسيا، إن أنا نزلت بقى مش عايز أكلم حد ولا أي حاجة، روحت البيت ببص على موبايلي لقيت رقم مكلمني، بفتح الرقم ده بكلمه، لقيت هو الـ HR بتاع الشركة التانية، بيقول لي أنت مبروك أنت بقيت معانا،
اللي انا عرفته بعد كده واللي انا عاصرته في الشركة التانية ان هي شركة مولتي ناشنال، فتحت لي شغل كبير جدا اتعلمت فيها كتير. وكمان بعديها بشهرين الشركة المولتي ناشنال دي اشترت البراند نيم اللي انا كنت شغال فيه في الشركة القديمة. فكانت بالنسبة لي اللي هو ازاي ربنا عليم، وهو طبعا اللي شايف المستقبل وهو شايف كل حاجة، فازاي ان هو كان عليم بان ده الاحسن لي، وان انا كان عارف ان انا عمري ما كنت هاخد القرار ده بنفسي ان انا هقدم استقالتي واقطع رزقي بايدي، فرتب لي الدنيا دي. وكانت بالنسبة لي يعني لا يعني سبحان أكيد الله. بالشركة القديمة بأي شكل من الأشكال بقى في شغلك؟ بدأت أنا بقى اللي بقيت مسك البراند نيم ده معاهم، فبدأت أنا اللي أعتبر أن أنا اللي بديرهم في الماركت. فكانت بالنسبة لي اللي هو يعني أنا لو كنت فضلت في الشركة القديمة ما كنتش هبقى في البوزيشن اللي أنا فيه دلوقتي. فكانت بالنسبة لي اللي هو لا، هو ربنا عالم بإيه الأحسن لك، عالم بإيه الاختيارات بتاعتك، إن أنت ساعات بتختار حاجات انت مش شايف المستقبل عشان تقدر تقول ان هي الاحسن. ربنا العليم مقسم الادوار علينا، مين يعمل ايه لمين وازاي وامتى، وبعلمه ولطفه قادر يكبر خاطرنا وقت ما اللي بيحصل بيأثر فينا بطرق واساليب محدش يعلمها غير ربنا. انا بقى عندي موقف كمان مهم جدا وفارق في حياتي. كان في زنقه معينه كنت شاريه شقه، وبعدين تعثرنا في ان انت تدفعي الاقساط، حصل ظروف ومش عارفه ايه وخلاص بقى اضطرينا هنرجعها للشركه. فطبعا في شرط جزائي، شرط جزائي كبير، وبالنسبه للزنقه ده الواحد تعب في الفلوس قوي. بالظبط. كنت بقى وخلاص خدنا القرار ومشينا في الموضوع ان خلاص هنرجعها، وانا عارفه القيمه اللي هتتخصم مني، بس جينا ساعه التنفيذ اتضايقت غصب عني. طبعا. وبعدين ايه، قلت انا هنزل اشتري حاجات من السوبر ماركت كده عادي واشوف بقى، يعني مش هقعد مخنوق، مش هقعد مخنوقه. ننزل السوبر ماركت واحنا ماشيين كده عادي نشتري حاجات، قال لك شوكولاته عليها عرض مش عارفه ايه عليها شقه لا لا عليها عرض تكسب مش عارفه ايه والله العظيم. وبعدين وناس كتير بقى عماله سحب ومش سحب، وانا اخدت البتاع ومشيت ولقيهم بقى بينادوا على الاسم، وكسبتي معانا تابلت. والله العظيم تقولي رحت ضحكت قلت والله ربنا عالم بالحال. برضو نوع من انواع ايه، علم بالحال وجبر الخاطر فعلا. وان ربنا برضو بيودنا وعالم بحالنا وعارف اللي جوانا وبي يعني بيسعدنا، وما حدش عارف الخير فين بقى. يجوز ما كانش الخير، يجوز ما كانش الخير فعلا. يعني سبحان الله دايما الخيره فيما اختاره الله. من اكتر اللحظات اللي انا حسيت فيها ان ربنا عالم بكل شيء، وهو فعلا اللي حاطط خطة محكمة لكل إنسان في الدنيا، فترة ما قبل الكورونا شهر 1/2020 جالي عقد عمل في مكان أنا بحبه بدولة محترمة بمرتب أفضل بظروف معيشية أفضل، وكانت بالنسبة لي فرصة لا تعوض. وأنا كنت بسعى جاهدا للفرصة دي من فترة كبيرة، ولما جات لي كنت مبسوط بيها جدا. المهم أنا بمشي في إجراءات العمل وبمشي في إجراءات الورق، تطلع لي مشكلة في الباسبور بسبب حاجة ليها علاقة بشهادة الجيش، إن أنا واخد إعفاء وهي مكتوبة تأجيل وحاجة كده ما كانتش على البال ولا على الخاطر ولا كنت شايفها خالص. والورقة دي عشان أغيرها خدت حوالي 3 أسابيع أو شهر. في الشهر ده كل المطارات قفلت بكل البلاد قفلت وكل حاجة اتقفلت، وكنت متضايق جدا ان ازاي ده يحصل، يعني ليه اشمعنا، وخلاص بقى ومتضايق جدا طب ليه في الوقت ده. ويشاء القدر ان الشركة اللي انا رايحها دي اصلا تقفل، وان انا كنت هروح هقعد هناك 5-6 شهور على الاقل لوحدي ما بشوفش الاسفلت. ويشاء القدر في ان انا اكون هنا عون لأهلي اللي هم جالهم برضو كورونا، وأنا كنت عون ليهم وكنت قدرت إن أنا بوقف جنبهم وأكون سبورت ليهم معنوي ونفسي كبير جدا. وسبحان الله ربنا بعد الفترة دي يكرمني كرم أكبر. ففي اللحظة دي أنا فعلا كنت شاكر لربنا جدا، وحسيت إن ربنا فعلا هو العالم بكل شيء، وإن الإنسان ليس عليه إلا أن يتوكل على الله. الله العليم، دي بقى كلمة أنا حسيتها أو عشتها مع جوزي السنة اللي فاتت. طبعا أنا من جوايا عارفة أن ربنا عالم بالحال، وربنا بيبعت يعني الهدايا بتاعته على قد ظروف الناس وفي وقتها كمان.
بس انك تعيشي الكلمه دي كانت كبيره، دي بتلمس فعلا البني ادم جدا. انا جوزي السنه اللي فاتت كان متعسر ماديا جدا جدا، وكان عامل كده زي اي راجل يعني، اكسل شيت بالحاجات اللي عليه، اذا كان ديون، اذا كان مدرسه الولد، الحاجات بقى اللي بتبقى ايه عايزين يعني نعملها، البلقات الكبيره يعني. فعمل رقم، عمل رقم يعني معين، فقال لي يا رب انا بس بتمنى من ربنا ان ربنا يبعت الفلوس اللي جايه من الارباح السنويه يعني بتاعته على قد الفلوس اللي علينا، انه يا رب اسد اللي عليا، ما يبقاش عليا حاجه السنه دي، واقضي السنه بقى خلاص كلها بايه بالمرتب، وحنزوك كده مع بعض زي ما بيقولوا يعني. يا شاهد عليم يا ايه، الله العظيم ان ربنا جاب الرقم بالظبط يعني، سبحانك يا رب. يعني هنفترض ان الرقم كان 15,500 مثلا، يعني هو جابه 15,500 يعني، لا زياده جنيه ولا نقص جنيه، هو فعلا زي ما دعينا يا رب نسد اللي علينا ومش مشكله اي حاجه تانية. فعلا الفلوس اللي جت سدينا سدينا سدينا، والحمد لله رب العالمين، ربنا سترنا على كده والحمد لله. فيعني كان جوزي فعلا واقف مع الرقم اللي جاله يقول يا رب سبحانك يا رب، ربنا عالم بالحال. هي فعلا كلمة في الصميم، ربنا عالم بالحال. وأعتقد أن كلنا عايشين الكلمة دي في حياتنا اليومية، إذا كان بتروح تشتري حاجة بتلاقي يدوب بالفلوس على قد اللي أنت تشتريه، فتقولي ربنا عالم بالحال وهكذا. ففعلا كلمة كبيرة جدا جدا وكلنا عايشينها، ربنا عالم أو العليم، لأنه فعلا ربنا بيشوف ظروف كل واحد وبيبقى عليم بحال الناس. ربنا بالسر عليم، هو الفتاح العليم، السميع العليم، العالم بالحال كله، عالم بالضيق والحزن والاحتياج، عالم برغبتنا في الستر والفرج والفرحة يا رب. ويا رب دايماً تنور بصيرتنا وتكتر ما بيننا لحظات الوصال.